في عناوين النشرة: معركة داعش الحر مستمرة، دولة الإسلام تستولي على مخازن للحر عند باب الهوى وتعدم قياديين من الجيش المعارض، سليمان يستعرض الاعتداءات الإسرائيلية مدينا تل أبيب باغتيال اللقيس، آخرها العمل الانتقامي الحاقد الذي حصل صباح الأربعاء الفائت. في الخاص: الحازمية أكلت بعبدة في معركة الأراضي. عم عارض قرار طلع مش حط حق بعبدة، اللي هو جعل صف الحزمية أكبر من بعبدة. ماذا يعني أن يكون تمويل الدولة للمحكمة الدولية من احتياطي الموازنة؟ عم نتنازل عن سيادتنا على أموالنا العامة. وفي النشرة: طفل معجزة، ثلاثة توائم بلا تلقيح، وأوباما يطلق ميلاد أمريكا. هذه العناوين وغيرها ترقبوا تفاصيلها بعد قليل.